بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح النهاردة ازاي تسرع مدونتك في الفتح، يعني تخلي المدونة تفتح بتاعتك بسرعة. طبعا ده هيكون عن طريق كود موجود معانا هنا اهو. هقولك طريقة تركيبه، تحطه ازاي في المدونة بتاعتك. طبعا قبل ما نبدأ الشرح ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك تحت الفيديو. طبعا هنخش هنا على بلوجر مثلا المدونة بتاعتك، تقف هنا عند المظهر، وتختار تحرير HTML. طبعا فتح لي ال HTML بتاعي. هتقف هنا وتختار يعني تجيب محرك البحث بتاعك، يبقى Ctrl F. محرك البحث بيبحث هنا على الحاجات اللي انت هتعوزها، الكود اللي انت هتعوز تبحث عنه في ال HTML. اللي هنا محرك البحث سيرش، هنا تكتب هيد وتضغط انتر. طبعا هيظهر لك هيد هنا بعلامات، مش هنا خالص اللي احنا عايزينه. تنزل تحت، وصلنا هنا للهيد. هتيجي فوقه فوق هنا وهتحط الكود ده. وتعمل هنا حفظ المظهر. تمام كده. نعمل بقى عرض المدونة. ادي المدونة فتحت كويس جدا كده. شرح معايا انت معاك.